والله يعني أني أكو شخص أعرفه بدون ذكر مناطق وأسماء، هو عنده معرض مع الأثاث، يعني أثاث حديث يعني، فمطلق زوجته يعني بشكل صوري، ده تستلم راتب، هو ده يستلم راتب كعاطل عن العمل، وأحد بناته مسويها بيها مرض توحد، تقارير كاملة، تقارير طبية كاملة موقعة من لجان طبية جايبها ودا يستلمون على مدى زين من يعني يستلم هو وزوجته وبنته وبنته زين. فمن سألت على مود يعني انه البيان السنوي شلون دا تقدموه، يعني مو البيان السنوي البنية تنعرض على اللجنة الطبية مرة أخرى زين. فقال احنا مثل ما رتبناها قبل رتبناها هسه، بس اللي افتهمته يعني قبل يمكن شهرين انه انقطع راتبهم ثلاثتهم يعني.